أوفوا، أول ما ذكروا أوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم، ما قالش وإياه واتقون هون، فارهبوا، لأنه المسألة مسألة إيش؟ عهود بدكم تقوموا فيها، بتقوموا فيها، وإذا قمتوا فيها أوفي بعهدكم. شو يعني؟ بتصيروا أئمة هداية، بتصيروا أئمة هداية. ولذلك لما أخفقوا وخانوا العهد انتقلت لمين؟ لهذه الأمة. هذه الأمة على فكرة هي الآن اللي تسير بمسيرة الأنبياء. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما تقوم بواجبها هذه الأمة يجعلها قائدة الأمم في الهداية، مش قائدة الأمم يعني في الهيمنة على الناس والسيطرة عليهم. القيادة هم قيادة إيه؟ هداية، قيادة هداية. انتقلت قيادة الهداية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلنا الآن. ولذلك بتلاحظوا فعلا أئمة الهدى الآن في العالم مين؟ 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 أئمة الهدى المين؟ ومين اللي أئمة الضلال؟ مين أهل الرشوة وأهل الدعارة وأهل الطبعات والفلسفات الملحدة و و و و ومين اللي يقوم الآن للدفاع عن البشرية كلها ويرجعها للحقيقة؟ إحنا كنا متخلفين صح ومش قايمين بالواجب، بس ما بتلاحظوا الآن بعد ما عدنا إلى ذاتنا وصار في وعي بدنا نكون أئمة هداية في العالم ولقدام أكثر رح يكون، وبالتالي رح تكون القيادة إلكم. أني قيادة؟ عم بنفكر في الملك والسيطرة على رقاب الناس ولا المقصود يعني هداية الناس؟ الإمامة في هداية الناس إلى الله، إنقاذ البشرية. يعني هي ليش ضايعة البشرية؟ هي ضاعت البشرية لأنه مثل الإسلام نايمة، كانت قرون نايمة، الأمة اللي هي أمة الهداية نايمة قرون. الشياطين الأخرى اللي زعمت أنه هي الله اشتباها هي اللي أفسدت، اللي بتزعم أنها هي شعب الله المختار هي اللي أفسدت الشعوب، لأنه الأمة الإسلامية كانت متخلفة نايمة. الآن وعيت وانتهى الموضوع، فكرة انتهى الموضوع. شو يعني انتهى؟ القيادة، قيادة الهداية، هداية البشرية راح تكون لهذه الأمة. ولو درست كيف الله خرجها بعد ما كانت متخلفة الآن وجاهلة وبعيدة عن الإسلام، كيف بيخرجها الله سبحانه وتعالى عبر الابتلاءات المختلفة، الابتلاءات تخرج تصعد تصعد. مسيرتكم مسيرة صاعدة على فكرة، مسيرة صاعدة، راح العالم كله يعترف انه انتم الوحيدين اللي وقفتوا ضد الباطل عبر تاريخ العمر وانقذتوا البشرية، وانقذ البشرية قادمة على ايد المسلمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.